بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع محاضرتنا هذه الليلة بإذن الله تحقيق مقاصد الشريعة من خلال تنظيم شؤون الأمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته ولم يتركهم هملًا، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لئلا يكون للناس حجة على الله بعد هذا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالهدى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أنزل الله سبحانه كتابه العزيز تبياناً لكل شيء. قال سبحانه وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيداً على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىً ورحمةً وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة له ومبينة. قال تعالى: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعن المقداد بن معدي يكرب الكندي قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ولما كان في كتاب الله وسنة رسوله ما ينظم حياة البشر، قعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قاعدة ما زال العلماء يفرعون عليها، فقال رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وقد استقرأ علماء الإسلام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليهم، فحصل لهم أن الشريعة الإسلامية قد حرصت على تحقيق مصالح الخلق الدينية والدنيوية ودفع المفاسد، وخلصوا إلى أن الشريعة لها مقاصد، وهي الحفاظ على ضروريات خمس ذكرها الإمام الغزالي في المستصفى، فقال: ومقصود الشارع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. هذه هي الثوابت الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في نفسه وأن يتعهدها فيما يرعاه ويسأل عنه، وهذه المقاصد
تمتاز بأنها إلهية، بأنها مقاصد إلهية ربانية تتصف بالإتقان والإحكام والكمال، وتراعي حاجات الإنسان وغرائزه التي جبل عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولذلك وصفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. ولقد ذكر بعض العلماء أن هذه الضرورات الخمس التي جاءت مقاصد الشريعة بحفظها قد تضمنتها بعض الآيات بكاملها، ومنها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن هذه الآيات الكريمات يمكن استخراج الضرورات الخمس: أولاً حفظ النفس لقوله تعالى، أولاً حفظ الدين لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثانياً حفظ النفس لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثالثاً حفظ النسب لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رابعاً حفظ المال لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى قوله تعالى: وكان الشيطان لربه كفورا، وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، إلى قوله تعالى: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خامسا حفظ العقل، فلا يمكن لغير المكلف العاقل أن يقوم بهذه الجوانب، لأن من كان عقله فاسدا فإنه سيقوم بنقيض هذه المقاصد السابقة. وهذه التوجيهات في كتاب الله العزيز وفي سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى سياسة الخلق بها، وهذا من واجبات ولي أمر المسلمين. يقول الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى: الخلافة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي بالدين، فلولا الولاة لكان الناس فوضى مهملين وهمجا مضاعين. وقد قال الأفوه الأودي
وهو شاعر جاهلي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالاجتماع الإنساني يحتاج من غير شك إلى قيادة يرجع الناس إليها فيما يرومونه من تحقيق مصالحهم وفيما يدرأ عنهم غوائل ما ينزل بهم من نوازل، بحيث لا يحول تباين الآراء أو تعارض الإرادات للجماعة الإنسانية في ظل هذه القيادة من سير الجميع في خطى ثابتة ومتوازنة نحو تحقيق المصالح العامة. وهذه قضية كلية يشترك فيها بنو آدم كلهم، ليست خاصة بجنس دون جنس آخر ولا بأهل دين دون دين آخر. ولا يكاد تعرف جماعة إنسانية على مدى التاريخ الإنساني عاشت حياة راقية حققت فيها ما تصبو إليه دون وجود هذه القيادة التي يرجع الناس إليها في تنظيم شؤون حياتهم الدينية والدنيوية على منهج الكتاب والسنة. وقد استجد في عصرنا هذا كثير من جوانب الحياة تحتاج إلى التنظيم، هي من قبيل المصالح المرسلة كتنظيم المرور والمباني والبيئة والتجارة والزراعة والبيع في الأسواق والمرافعات والدعوة إلى الله والأمور الإدارية والتعليم وغير ذلك مما يمس حياة الأمة. وهنا توجه على ولاة الأمور وضع نظم يسير عليها الناس تكون واجبة النفاذ على مختلف طبقات المجتمع حتى تسير مصالح الأمة على وزان واحد، لأن ترك الأمة يسيرون على غير نظام ويفعل كل واحد ما يهوى دون رادع أو وازع يوجب الهرج والمرج والفساد في المجتمع، ويأكل القوي حق الضعيف ويتمادى أهل الباطل في باطلهم. هذه النظم إذا صدرت وفق أحكام الشريعة الإسلامية أصبحت أنظمة شرعية لا يجوز مخالفتها أو التحايل على إبطالها أو إبطال العمل بها بأي صورة من الصور، لأن طاعة ولاة الأمور في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله ورسوله. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الحديث متفق عليه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد المباركة أن سخر لنا حكومة رشيدة تطبق شرع الله، فقد ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة 55 يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها. وجاء في المادة 67 تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها
وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. وقد حرصت هذه البلدة المباركة في تنظيمها لشؤون الأمة أن تكون تلك الأنظمة وفق الشريعة الإسلامية. نخلص مما تقدم إلى أن التنظيم الشرعي يحقق مقاصد الشريعة من حفظ النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان، ويضبط لولاة الأمور سبل تطبيق شرع الله على الناس وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي أعرض وجه تحقيق مقاصد الشريعة من خلال هذه الأنظمة. أولاً، مقصد حفظ النفس. أولاً، مقصد حفظ الدين. فالدولة مطالبة بحفظ دين الأمة، دين الإسلام خاتم الأديان الذي رضيه الله، الذي رضيه خالقنا لنا لنعبده. فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا لا شك يحتاج إلى نظام يضبط المجتمع ويمنع الاعتداء على دين الله ويحقق مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حفظ الدين. وهذا يظهر جلياً في أنظمة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل التي قد تنشر الإلحاد والاستهزاء والسخرية من الإسلام وأهله وعقائده ونحو ذلك. الثاني، مقصد حفظ النفس. مقصد حفظ النفس، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا لا شك يحتاج إلى نظام يضبط المجتمع ويمنع الاعتداء على النفوس. ومن أبرز الأنظمة التي عنيت بحفظ الأنفس على سبيل المثال نظام المرور الذي يردع المتعدي على الأنفس، فإن المتهور غير المبالي يهلك نفسه وأنفس الآخرين وأموالهم. فجاء هذا النظام محققاً لهذا المقصد من مقاصد الشريعة. ثالثاً، مقصد حفظ المال. وهذا يظهر جلياً أيضاً في الأنظمة المالية والتجارية وكل نظام يحمي أموال الأمة العامة والخاصة من الاعتداء عليها من الفاسدين. ومثل هذه الأنظمة تحقق قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. رابعاً، مقصد حفظ العرض. وهذا يظهر جلياً في الأنظمة التي تسير عليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الأمنية الأخرى في محاربة الفساد الأخلاقي كالاعتداء على الأعراض بالنظر أو الفعل أو الابتزاز وغيرها من الأنظمة التي تحقق مقصد الشارع في حفظ العرض. خامساً، مقصد حفظ العقل. وهذا يتمثل في الأنظمة التي تحقق هذا المقصد كأنظمة مكافحة المخدرات وأنظمة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة التي تركز على تلويث عقول الأمة بالأفكار الهدامة من التكفير والإلحاد والخروج على الأئمة وولاة الأمور وغيرها. فكل الأنظمة الصادرة في هذا المضمار هي أنظمة شرعية تحقق مقصد الشارع، وذلك بالحفاظ على عقول الأمة من الفساد والإفساد. وفي الختام
أسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وأمننا وأموالنا وأعراضنا وعقولنا وأنفسنا وسائر المسلمين. اللهم اكفنا وبلادنا وولاة أمرنا شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، وأعز ولاة أمرنا بإعزاز دينك والذب عنه وحفظ الأنفس والأموال والأعراض والعقول، واجعلهم حرباً لأعدائك وأعدائنا، سلماً ورحمةً لأوليائك. إخواني، نحن في هذه البلاد ولله الحمد نرفل بنعم يحسدنا عليها الآخرون ويريدون زوالها، وقد امتن الله علينا بهذه النعم، ومن أعظمها نعمة الأمن والأمان. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن هذه النعم نعمة رغد العيش، دعوة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه النعم أيها الإخوة نقيدها بالشكر لله سبحانه وتعالى، حيث أمرنا بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم قيد لها، فإن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، وليس بيننا وبين الله عهد. فقد أنذرنا بقوم سابقين كفروا نعم الله عليهم فعاقبهم بزوالها. قال تعالى: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.